حربة مرض حمى الأغنام والماعز للنواب المحترمين إدريس الجقر، أمينة والشلح، صديق قاسم ويوسف حفاف من الفريق الاشتراكي. تفضلي السيدة المحترمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدان الوزيران، السيدات والسادة النواب المحترمين. السيد الوزير، في هذه الأيام كنتجبروا بأن المواطنين تيشريوا الماشية بشكل كبير استعدادا لعيد الأضحى. أدخله الله عليكم جميعا وعلى جميع المغاربة باليمن والخير. شراء هذه الماشية وكبته إشاعات في هذه الأيام حول أمراض تصيب الأغنام والماعز اللي هي حمى الأغنام، وأمراض كثيرة هناك إشاعات حولها، الإبل وغيرها، ولكن اللي كيهمنا حنا هما هذين الصنفين لأنهم هما اللي كيتشراو بكثرة في هذه الأيام. وطبعا التخوف المواطنين بدا كيكثر، خاصة بعد المعاناة اللي كانت مع الدواجن. فاحنا في الفريق الاشتراكي كنطرحوا هذا السؤال باش تنوروا وتطمئنوا المواطنين حول هذه المسألة، خاصة وأنكم في مناقشة الميزانية الفرعية للسنة الماضية أعلنتم أنه ستتم محاربة حمى الأغنام والماعز بتلقيح 400,000 رأس. في هذا الإطار نبغيو تنوروا المواطنين وتنورونا شنو دار في هذا المجال وشنو حقيقة الوضع الآن. وشكرا سيد الوزير. لكم الكلمة سيد الوزير المحترم. سيد الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السادة النواب على هذا السؤال، وأود في البداية من أجل التوضيح ومن أجل التحسيس أن أشير في البداية أن هناك نوعين من أمراض الحمى التي تصيب الأغنام والماعز، ويتعلق الأمر بالحمى الملطية من الملط، والحمى النزلية أو ما يصطلح عليها باللسان الأزرق. ففيما يتعلق بالحمى الملطية فإنها تعتبر من الأمراض المعدية الواجب التصريح بها، والتي تخضع لإجراءات الشرطة الصحية البيطرية. وقد بينت الدراسات الإبيديميولوجية التي أنجزت خلال سنة 1997 أن داء الحمى الملطية عند الأغنام والماعز متفشي بشكل حصري بالمنطقة الشرقية، ولم تسجل أي حالة تسرب للمرض بباقي أرجاء البلاد. لذا ومن ذلك الحين اتخذت الوزارة قرار يقضي بتلقيح الأغنام والماعز في هذه المناطق اللي فيها الوباء. وخلال سنة 2005 وبعد تلقيح ما يناهز 50,000 رأس من صغار الأغنام والماعز بمنطقة وجدة وفيقيق، تم تسجيل بعض بؤر لهذا المرض ببعض الأقاليم الخارج عن المنطقة الشرقية، الأمر الذي استوجب بطبيعة الحال إعادة النظر في البرنامج المتبع لمحاربة هذا الداء. فقد ارتأت الوزارة ضرورة إجراء دراسة في مرحلة أولى، دراسة على الصعيد الوطني، وذلك من أجل معرفة نسبة انتشار هذا المرض ورسم كذلك خريطة الإبيديوميولوجيا على الصعيد الوطني. وقد تم بالفعل إنجاز هذه الدراسة التي يتم حاليا تحليل النتائج ديالها وتقييم نتائجها، وانطلاقا من هذا التحليل إن شاء الله من الدراسة سوف يتم تحديد الاستراتيجية التي سوف تقوم بها الوزارة في هذا الشأن. أما فيما يخص مرض اللسان الأزرق فبعد ظهوره في المغرب في سنة 2004 ببعض البؤر التي تتواجد بها البعوضة الناقلة لهذا المرض أساسا الناموس، تم خلال نفس السنة في 2004 تلقيح الأغنام المتواجدة بهذه البؤر. وخلال سنة 2005 تم تلقيح حوالي 5 مليون رأس من الأغنام بالمناطق الحساسة. أما خلال السنة الحالية 2006
فقد تم تلقيح حوالي 8 مليون من رأس الأغنام والماعز. وغير سمحتي في نقطة أخرى لابد أساسية تظهر لابد بعجالة السيد الوزير فيما يخص السؤال ديال السيدة النائبة فيما يخص التلقيح في 2006 كما التزمنا به وصرحنا به فإنه تم تلقيح 400 رأس غنم إضافية ومعز إضافية. وشكرا السيد الرئيس. شكرا لكم السيدة النائبة المحترمة. شكرا السيد الوزير على هذه المعطيات اللي فعلا غادي تطمئن المواطنين في هذه الظروف هذه اللي هي ظروف اللي تيتناولوا فيها اللحوم. أعينوا السيدة النائبة المحترمة بالإنصات. شكرا. وفقط أريد أن نطلب منكم بعد هذه الدراسة التي تقومون بها الآن أن تنوروا المواطنين بكل ما يجد في هذا المجال، كما نطلب أن تتضاعف المراقبة على اللحوم، فهناك قضية اللحوم الفاسدة أن تتضاعف المراقبة عليها، لأن كل ما يمس الماشية فهو يمس بصفة مباشرة صحة المواطنين. وشكرا لكم.